نقطة ساخنة. في نقطة ساخنة معنا بالهاتف عفيف الفريق رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. عفيف مرحبا. أهلا بك أخوي محمد وربي يفضلكم على العمل الإعلامي الكبير اللي عنده جودة عالية للوصول إلى قلوب المستمعين وتقريب الحقيقة إلى المستمعين. مرحبا بك سي عفيف. أكيد حبينا ننطلق من الحادث لنشير إلى ظاهرة الحقيقة اليوم أصبحت ظاهرة مزعجة وظاهرة الحقيقة تقلق اليوم. حوادث المرور وآخرها حادث المواطن محمود ثابت، تقول وزارة الداخلية في آخر بلاغ تحييني لها وأنه تم العثور على الهالك داخل سيارة وسط حفرة يبلغ عمقها حوالي 5 أمتار مغمورة بالمياه بمنطقة مهجورة تقع بين الطريق الوطنية رقم 9 مستوى أشغال المحول والمنطقة المعروفة باسم لاك زيرو وتحديدا خلف مقر بناية للمراقبة الآلية تابعة لشركة تونسية للكهرباء والغاز، وهي منطقة لا يمكن الولوج إليها عبر الطرقات المعبدة ولا تشهد ترددا للمترجلين والسيارات ومحاطة بقنال مائي يتوفر على حواجز اسمنتية. حادث آخر يخليكم كجمعية تونسية منذ فترة تخدموا على الملف هذايا، ما عندكم ملاحظات، عندكم أيضا تقييم اليوم لهذه الظاهرة عفيف الفريق؟ أول شيء نحن نترحم على روح الفقيد محمود ثابت الذي توفي في هذه الفاجعة. نقول كل تونسي يموت في حادث مرور راي فاجعة، لأنه خسارة لعائلته والأهله والمجتمع التونسي اللي ينتظر أنه هالشباب وهالكفاءات يساهموا في الارتقاء بالشعب وهذايا من خلال مواقع إنتاج ومواقع إدارة الشأن العام. فنحن معناها نحزننا على وفاة محمود ثابت الله يرحمه، ونسأل الله العلي القدير أن يرزقه الجنة وأن يرزق أهله وذويه جميع الصبر والسلوان. بعض المعطيات اللي هي متهمة مش واحد يعرفها من خلال تحريات اللي قامت بها اللجنة الفنية للسلام على الطرقات بالتعاون مع لجنة الشؤون القانونية والتشريع في الجمعية التونسية لقانون الطرقات، وهذو مع فرق عمل مختصة فنية واللي هي الذراع العلمي للجمعية التونسية لقانون الطرقات، أفضت اللي الحفرة هذه تبعد على الطريق المعبد 6 أمتار معناها بعيدة عن الأوبريز العلوي. ثاني حاجة الحفرة هذه عملتها أشغال تابعة شركة تونسية الكهرباء والغاز، لأنهم مش يعديوا كابل متاع ضو ما يجبوش يشقوا الكياس ويكسروه كياس المرسى، فهما يعملوا التكنيك متاع الفونساج أنه ينقبوا تحت الطريق ويعديوا الكابل. فهما عملوا حفرة من جهة لاك زيرو وعملوا حفرة أخرى من جهة المنطقة الصناعية الشرقية واحد. إذن المسألة طوى يرجعوا لها بالتحقيق، لأنه الجهات المانحة للرخص الحفرة هذوما كيفاش أعطت الرخص على استجابة الشروط، الجهات اللي هي قامت بعمليات المقاولات تخلي حفرة كيكا مفتوحة ولو حتى الأشغال مازال جارية، الأشغال انتهت لا علاش ما سيجواش، هذه كل تفاصيل توجيبها التحقيق والتحريات اللي بدت فيها معناها فيها النيابة العمومية و قضاء التحقيق. ثم الموضوع الثاني المهم جدا اللي المسلك اللي يوصل الحفرة هذه اللي هو بجنب متاع القنطرة وبجنب الستاج هذيك وين عند المحول غادي، هي ما تعديش كرهب، هي مسلك يمشي واحدة مسقية، لكن السيارة مشيت دخلت من منفذ هذا. قعد الحيرة الكبيرة أنه حسب المعطيات المترفة الأولية أنه هو آخر تليفون مع عائلته مع أصحابه ومحبابه قال لهم نحن كان عنده كان في دارهم في 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 المنار، ومن غادي قال لهم بعد التليفون الثاني اللي هو في كيوسك عجيب باش يصب ليسونس، ولهذا كيفاش دار الغادي؟ هل أنه غلط في الثنية ودار على البولينج ودار ورستيك؟ هذه كل التفاصيل الدقيقة ممكن والضبابية باش توضحها كاميرا المراقبة اللي هي موجودة على الموقع هذاك متاع الستيك اللي هي حاليا توا قيد معناها لدى الجهات المعنيه بالتحقيق وبتفي تفاصيل الواقعه هذه والفاجعه هذه. فانا ما نحبش ندخل ياسر في المسائل هذه لان مسائل متعهد بها القضاء لكن سي عفيف هذه مش اول فاجعه اليوم تعددت الفواجع وحوادث المرور اليوم ظاهره خطيره وموضوع مسكوت عليه. اليوم نحكيه على الكورونا وضحايا الكورونا، خطورة هذه الظاهرة وهذا المشكل لا يقل خطورة عن الكورونا سي عفيف.
أنا بالعكس فرحان إلى أنكم أنتم منتصرين للحق في الحياة للتوانسة. أنا حديث وعطيات اللي بتوفر عندي كرئيس الجمعية لحول الحفلة الفاجعة متاع وفاة محمود ثابت، ولكن أنا نمشي معك أكثر. الجمعية رانا نتحولوا إلى عين مكان وين حظائر الأشغال متاع سواء في الطرقات أو البنائات المدنية، ورانا قاعدين نصيحوا ونعيط ونعتصم ونتعاركوا. ومشينا بحر السيد وزير التجهيز وقبلنا وعملنا جلسة فيها 4 سوايع من بين الوقت اللي خصصناه ساعة للحظائر الأشغال اللي المقاولين ما يلتسموش بكراس الشروط نتاع الانستراسيون دو شونتيي ياخذوا الفلوس، عنده ميزانيه داخل اللي معناها الميزانيه نتاع المشروع بعنوان الانستراسيون دو شونتيي ولا سيكوريتي دو شونتيي، معناها باش الناس الحركه تكون مامنه للناس. فانت عندك مشكل كبير نتاع المقاولين الدرجه الاولى ما يحترموش هالاشياء هذه، ثم الناس اللي تكلفهم الوزارات والجهات المعنيه باداره المشروع والرقابه زاد هما بيعين الطرح وما يراقبوش كما يلزم، ما يرقوش التقارير وما يوقفوش المقاول حتى لين يرفع الخطر الداهم المتعلق بهالحفر وهالعدم. سي عفيف كياساتنا ولات فضيحة ولات مهزلة اليوم، كياساتنا في مدن كبرى طرقات رئيسية في صفاقس في تونس في عديد الولايات، يعني حفر يعني كياس أحيانا شيء يندى له الجبين، يعني احيانا نحس انفسنا ازاء شكل من اشكال الارهاب اللي يمارس على مستعملي الطريق. انا موافقك، ولكن انا نحكي على الاشغال الحظائر الطرقات مش مامنه، يعني فضيحه للمقاولين ياخذ فلوس باش يحط البلايك ويحط السياج اللازم ويغير من معناها من السياج هذايا ومن الحمايه بتقدم الاشغال وتغيير مسار حركه المرور. راهو هذايا شيء دولة جميل اللي اليوم انت كيف تشوف الجي بي ديس الخط الوصله اللي عاملينها من قدام المطار تخرجك في الجي بي ديس بعد المركب التجاري هذاك نتاع حمادي عبيد والكل، راهي فضيحه تشوفها انت كل يوم تمشي للاذاعه، يعني كل يوم اللي تعدى من غادي يحمد ربي لانه اللي تعدى منها لباس في الليل خاصه. واليوم اكثر مشكل عندك قائم الذات، وانا ادعو السيد وزير النقل باعتبار اللجنه كانت واقفه ومجمده نتاع لجنه قياده مشروع لرافير راهو في مفترق معناها بندحها غادي في جهه حي الزهور وفي الاتجاه هذاك في اتجاه باجا وفي اتجاه معناها المناطق هذيك وين البلديات ما عندهاش مسؤوليه. استاذ عفيف مسؤوليتهم رئيسيه واساسيه، وعلاش انا ادعو السيد وزير النقل لانه اللجنه هذه ما زالت تبدا تخدم عندها 25 يوم، والسيد وزير النقل السيد معز شقشوق واللوجستيك مطالب انه مش يعملوا لجنه كان مش يتحدثوا على وقتاش يحضر الارافير، لا قبل ما يحضر باش ياكل برشا عباد يلم الاطراف المعنيه الكل في لجنه القياده ويقول لهم يخرجوا يشوفوا معاناه المواطن التونسي تاكسي ولا على ساقيه ولا في كاميونه ولا في كرهبة، يراهو العباد كي يتعداو من غادي اما كتصب الشتاء تولي تيسين ونولي والناس يعوموا وتولي مره يتخلط الحابل بالنابل، والناس تقول برحمه رب العالمين قاعدين يشقوا في المفترق هذاك وفي اماكن الاشغال اللي هي لو كان واحد الله اللي يقدر يزلق يجي في الحفره كيما الحفره هذه نحكي عليها. سي عفيف اكيد انت عندك اطلاع على الموضوع، 4 قناطر في صفاقس، تعرف صفاقس يعني من المهازل وانه فيها قنطره واحده، فما مشروع لاضافه 4 قناطر في الطريق الحزاميه ما يسمى بحزام بورقيبه. لليوم المشروع هذايا مازال يسير بتعثر كبير، ومصالح ناس تعطلت ومحلات تجارية فلست سكرت وكراهب تفلقت وموتورات تفلقت، هذه عينة صغيرة على وضع عام في تونس اليوم، على وضعية كياساتنا وعلى وضعية مزرية الحقيقة ما ناش عارفين وين ماشيين بهذا الاستهتار. إذا نمشي معك أكثر أنه نحن كفانا مغالطات لشعبنا. اليوم الجهات المعنية بالمرور ونقول في الداخلية يعني معقول فرحانين وعاملين معناها قريب يعملوا احتفالات في الولايات أنه كل ما يجيوا يقدموا يقولوا راهو نحن كسبنا التحدي، والسنة عنا إلى حد الآن إلا 255 قتيل من ضحايا حوادث المرور مقارنة بالعام الماضي. قديش سجلنا آخر الإحصائيات اللي عندكم لو تسمح؟ نحن عم ناول عنا 1150 قتيل. السنة 2020 عنا إلا 255 وما هوش راهو بنتيجة مجهوداتنا أو مجهودات، لا مجهودات منقوصة هذه لأنه كورونا كوفيد
19 اثرت في الاقتصاد وفي الحركه ومن عرفنا ان الجوالين قديش وتحدث من كل شيء. اذا هذه مغالطه للشعب وانهم يحبوا يعتبروا الانتصار. تعرف علاش محمد؟ لانه في مثل هذا الوقت عملنا اجتماع في التلفزه التونسيه الاطراف الكل باش نتحملوا مسؤولياتنا ونعملوا عمل اعلامي كبير ونشركوا فيه جميع الاذاعات خاصه عموميه. تعرف مسؤول تاع المرسى ايش قال لي؟ قلت له اي تعمل تشارك تتوقع معانا على التزام انه 2020 نلتزموا باش نهبطوا عدد القتلى اقل من 1000 وقتها بعد فاجعه عمدون. قال لي لا ماتيماتيكمون ما نجموش، كي جات كوفيد ولاو ينسبوا في رواحهم اللي هما نقصوا تحت ال1000 على خاطر هما عملوا خطه ناجحه. عافية الفريقي لا سما بوليتيك ناسيونال رئيس لا سما استراتيجيه لا سما الجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات. شكرا لك على هذا التدخل، شكرا على كل الافادات والتوضيحات في 30 ثانيه جهات. تفضل 30 ثانيه. ندعو الناس الكل تقرا تقرير دائره المحاسبات حول مهمه رقابيه قامت بها وزاره التجهيز على صيانه الطرقات المراقمه. ثلاثه معلومات سريعه، الوزاره الى حد الان ما تمكنتش من ضبط سجلات خاصة بالملك العمومي للطرقات، وذايا اللي أثر على عدم تحديد الجهة المكلفة قانونيا بتعهد وصيانة الطرقات المحلية والجهوية. ثاني حاجة، الأسطول متاع الوزارة لصيانة الطرقات فيه أعطاب مما لا يسمح لا تسمح باستغلال 41% منه. ثالث حاجة، 77 سائق يخدموا في الوزارة يفتقرون لرخص السياقة من الأصناف المطلوبة لقيادة معدات صيانة الطرقات. فما معناتها تجاوزات اخرى رهيبه جدا في تتبع صيانه الطرقات وفي تتبع معناتها الاستثمار العمومي في صيانه الطرقات. ندعو الناس كلها تقراها تعرف حجم الاجرام، الشيطان حجم الاجرام اللي يمارس على يمارس الشعب التونسي ومستعملي الطرقات في بلديات كبيره، بلديات عندها ميزانيات، وضعيه الكياسات تحشم جرائم في حق. تقرا التقرير هذا وتفهم انه وزاره التجهيز الطرق لازم اصلاح هيكلي. مازلنا مواصلين في برنامج هنا تونس موجز الاخبار وراجعين.